السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين نعمل منتجات بطريقة سريعة لكل الإيكوبمنت المضافة للمشروع، فأول حاجة هعملها إن أنا هخفي بس الجريد دوت عشان أنا أعرف أشوف، وبعد كده هعمل سيلكت لكل الإيكوبمنت اللي عندي في المشروع، ممكن يكون عدد كبير، وأدوس هنا وأقول له أنوتيت وأقول له بامب انفو تاج أو إيكوبمنت تاج. خلينا نجرب إيكوبمنت تاج أهوت، هتلاقيه بيحطهم بكل سهولة. طيب ممكن اروح ايه اجي معلم على الايكوبمنت اللي في المشروع وادوس واقول له انوتيت واقول له بامب انفو تاج، هتلاقيه حط لي المعلومات بالشكل دوت. اقدر اجي هنا واروح دايس مرتين، هتفتح لي الشاشه ديت. هبدا اكتب بقى اسم المصنع، مثلا توحيد النور، الفلو كاباسيتي، التوتال دايناميك هيد، واقول له اوكي. فهتلاقي المعلومات ظهر بالشكل دوت، بس هو تقريبا ما يفهمش العربي فنكتبها له. يظهر معانا بالشكل دوت.